تحية طيبة أيها السادة المشاهدون، مرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من البرنامج الإخباري تحت الضوء. أعزائي المشاهدين، افتتحت اليوم أشغال ندوة تحت عنوان الامتثال للمعايير الدولية الجديدة المتعلقة بالبيانات المصرفية وانعكاساتها على نشاط المصارف المغاربية، منظمة بالتعاون بين اتحاد المصارف المغاربية والجمعية المهنية للبنوك الموريتانية، وتتزامن مع انعقاد الدورة 49 لمجلس إدارة المصارف المغاربية. تركز الندوة على الجوانب المتعلقة بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بالفساد ومخاطر العقوبات المالية الناجمة عنها. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع، نستضيف لكم الليلة السيد محمد فال ولي العالم، وهو الأمين العام لاتحاد المصارف المغاربية. مرحبا ضيفنا العزيز، سنناقش معكم الموضوع في المحورين التاليين. المحور الأول، ما طبيعة المعايير الدولية الجديدة المتعلقة بالبيانات المصرفية؟ إلى أين وصلت جهود بلادنا في مجال الامتثال للمعايير المذكورة؟ وقبل الدخول في النقاش، نتابع العنصر التمهيدي التالي. تحت عنوان الامتثال للمعايير الدولية الجديدة المتعلقة بالبيانات المصرفية وانعكاساتها على نشاط المصارف المغاربية، انطلقت هذه الندوة المنظمة بالتعاون بين اتحاد المصارف المغاربية والجمعية المهنية للبنوك الموريتانية، وذلك تزامنا مع انعقاد الدورة 49 لمجلس إدارة المصارف المغاربية. تتطرق الندوة لمختلف الجوانب ذات الصلة بمحاربة غسيل الأموال، إضافة إلى تعزيز السياسات التي تتبناها المصارف في إدارة المخاطر العالية والحد من التعرض لمخاطر غسيل الأموال والتمويل الإرهابي والفساد. ويجسد تنظيم هذه الندوة الأهداف التي أنشئ من أجل الاتحاد والاستراتيجيات التي يتبناها. وتعد هذه الندوة لبنة جديدة في التكامل والعمل المشترك بين الاتحاد والاتحادات المهنية في الدول الأعضاء. ومن المتوقع أن يخرج المشاركون في هذه الندوة بأفكار ومقترحات من شأنها أن تساهم في رفع التحديات التي يطرحها موضوع الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالبيانات المصرفية وانعكاسات ذلك على نشاط المصارف المغاربية. اتحاد المصارف المغاربية هو منظمة إقليمية ومنصة للتعاون وتبادل الخبرات، هدفه الرفع من أداء القطاع المصرفي المغاربي، وتتولى بلادنا أمانته العامة منذ عام، وهو ما يعكس اهتمام السلطات العليا لدعم حضور بلادنا في المؤسسات ومراكز صنع القرار الإقليمية والدولية. مرحبا بكم من جديد ضيفنا ومشاهدينا. بداية نقترح البدء بتعريف اتحاد المصارف المغاربية ودوره في خدمة المصارف المغاربية. شكرا جزيلا على الاستضافة، أشكر التلفزة الوطنية على إتاحة هذه الفرصة للتعريف باتحاد المصارف المغاربية وما يقوم به من أنشطة وخدمات للقطاع المصرفي المغاربي والاقتصاديات دول المغرب العربي بصفة عامة. اتحاد المصارف المغاربية هو منظمة إقليمية تم إنشائها منذ 28 سنة بمبادرة من رؤساء المصارف المغاربية لدعم التكامل الاقتصادي في منطقة المغرب العربي وخدمة يعني لعب دور منصة لتبادل الخبرات والمساهمة في الاندماج على مستوى القطاع المصرفي الذي هو أحد أهم محركات الاقتصاد. واليوم مجلس إدارة اتحاد المصارف المغاربية يعقد دورته 49 في نواكشوط تلبية لدعوة كريمة من الاتحادية المهنية للبنوك الموريتانية، وهو تقليد في الحقيقة دأب عليه الاتحاد أن
يتواصل بصفة دائمة مع المنظمات المصرفية على مستوى المغرب العربي، وهو اليوم في نواكشوط تلبية لهذه الدعوة الكريمة، التي أنتهز هذه الفرصة لأقدم جزيل الشكر والامتنان لجمعية المصارف، الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية للبي بي ام، والبنك المركزي الذي شرفنا السيد المحافظ اليوم بترأس حفل افتتاح هذه الندوة التي سنتكلم لاحقا عن موضعها، وكذلك جميع السلطات في البلد على ما قدموا من تسهيلات لتنظيم هذه الدورة والندوة المصاحبة لها. جميع المشاركين الذين يمثلون القطاع المصرفي في الدول المغرب العربي كلهم أشادوا بمستوى الاستقبال ومستوى التنظيم، وهو في الحقيقة شيء يشرف موريتانيا ويشرف المنظومة المصرفية الموريتانية، فلهم منا جزيل الشكر والامتنان. كما تفضلتم، الاتحاد المصارف المغاربية تتولى موريتانيا أمانته العامة منذ سنة في إطار النصوص التنظيمية للاتحاد التي تقتضي يعني الدوران بين البلدان، إلا أن هذه كانت المرة الأولى التي بلادنا تتولى هذا المنصب. من قبل كانت تتاح الفرص، إلا أن بلادنا لم تكن حاضرة في المنظمات الإقليمية والدولية نفس الحضور الذي لها اليوم نتيجة لسياسة فخامة رئيس الجمهورية. وهل نظمت الندوة في نواكشوط قبل هذه النسخة؟ هل نظمت نسخة سابقة من هذا اللقاء في نواكشوط؟ نظمت من قبل اجتماعات لاتحاد المصارف المغاربية في نواكشوط في السنوات 2007 و2009، ولكن لم تتولى موريتانيا من قبل الأمانة العامة اللي هي الجهاز التنفيذي لاتحاد المصارف المغاربية، وكما أسلفت نتيجة لتوجه السلطات العليا في البلد لدعم حضور موريتانيا في المؤسسات الدولية والإقليمية. وهذا الحضور خلال الأشهر العشر الأولى من هذه السنة نجم عنه حصيلة جيدة على مستوى الأنشطة وعلى مستوى ما قدم الاتحاد للمنظومة المصرفية المغاربية. إذن ما الذي قدمه الاتحاد للمنظومة المصرفية المغاربية؟ الاتحاد أنشئ كما أسلفت ليكون منصة لدعم التعاون داخل القطاع المصرفي المغربي. كما تعلمون، منطقة المغرب العربي تزخر بإمكانات هائلة من ثروات وفرص للاستثمار وإمكانات لتكامل والاندماج، ولكن رغم ذلك لا يزال ما حقق على هذا الصعيد دون متوسط ما حققته بعض مناطق العالم الأخرى على هذا الصعيد. والاتحاد أنشئ ليكون محرك، ليكون داعم لتسهيل عملية التكامل والاندماج الاقتصادي عن طريق قناة القطاع المصرفي. وهو يعمل أساساً، أهدافه الأساسية هي العمل على تناغم الإطار التنظيمي والقانوني للنشاط الاقتصادي بصفة عامة في دول المغرب العربي، لتسهيل عملية انتقال الأموال وتسهيل عملية استغلال الفرص الاستثمارية من بلد إلى آخر. كما تعلمون أن الإطار القانوني والتنظيمي لما يكون متناغم في منطقة معينة تكون تقريبا التشريعات الجبائية والتشريعات التنظيمية مماثلة لبعضها، هذا يسهل من حركية رؤوس الأموال، حركية رجال الأعمال، حركية
المبادلات التجارية والاقتصادية، وهو محور أساسي يعمل الاتحاد عليه. يعمل كذلك على تطوير التعاون فيما بين المصارف، ويعمل كذلك على الرفع من أداء الإطار البشري عن طريق التكوين المستمر. ومن بين ما قدم الاتحاد بالسنوات الأخيرة أذكر فقط يعني إنجازين كبيرين: المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية البيميس، الذي رأى النور مؤخرا وبدأ الحمد لله أشغاله في تونس منذ سنة تقريبا. كان الاتحاد المصارف المغاربية صاحب فكرته، وكان اتحاد المصارف المغاربية هو من قام بأول دراسة جدوائية لهذا المصرف، وأول نصوص تنظيمية، أول مقترح نصوص نظام أساسي لهذا المصرف من سنة 93. إنجاز آخر كبير للمصرف هو يعتبر لبنة أساسية فيما يتعلق ب البنية التحتية المالية، هي اتفاقية الدفع والتسوية فيما بين بلدان المغرب العربي، وهي اتفاقية تمكن الفاعلين الاقتصاديين مثلا في موريتانيا، أن فاعل اقتصادي في موريتانيا مثلا يتعامل مع فاعل اقتصادي في الجزائر أو تونس أو المغرب أو أي بلد من بلدان المغرب العربي، أن يتم التسديد وفق العملات المحلية. يعني ليست هناك ضرورة لاستعمال النقد الأجنبي، وهي اتفاقية نعمل اليوم على تحيينها إن شاء الله وتفعيلها، لأنها لم تكتمل بعد، لم تتجسد، هي تجسست على مستوى بعض بلدان المغرب العربي ولكنها لم تعمم. واليوم نظرا لأن الأدوات المالية تغيرت كثيرا وتم تداول بعض الأدوات المالية جدا، سنعمل على إنشاء فريق عمل مغاربي من خبراء يعملون على تحيين هذه الاتفاقية وبلورة توصيات جديدة لرفعها إلى السلطات النقدية والسلطات العليا في بلدان المغاربية لاعتمادها، لأنها تعتبر نظام الدفع والتسوية هو لبنة أساسية وحجر زاوية في البنية التحتية الاقتصادية، وأي مناخ اندماج لا بد له منها. جيد. بخصوص القطاع المصرفي، ما مكانته في يعني المنظومة الاقتصادية المغاربية بشكل عام؟ القطاع المصرفي كما تعلمون، القطاع المصرفي هو المحرك الأساسي للاقتصاد، لأنه لا يمكن أن تكون هناك يعني اقتصاد بدون هنالك تمويل. القطاع المصرفي هو أداة تمويل النشاط الاقتصادي، وجودة أدائه ودرجة تمكينه من تمويل النشاط الاقتصادي هي عامل أساسي في التنمية وفي تحقيق أي نسب تنمية نسب نمو. جيد. برأيكم الذي تحتاجه المصارف المغاربية يعني من أجل فاعلية النتائج المرجوة منها؟ والله المصارف المغاربية اليوم فيه مصارف رائدة، فيه اليوم على مستوى المغرب العربي فيه مصارف في جميع الدول. عندنا مصارف في موريتانيا حاضرة في العديد من الدول الإفريقية، عندنا مصارف في المغرب حاضرة، مصارف في الجزائر كذلك، في ليبيا، في تونس. هناك خبرات متعددة على مستوى جميع دول المغرب العربي، ونحن نعمل على كل يعني تبادل هذه التجارب وهذه قصص النجاح من بلد إلى آخر. بخصوص المعايير الدولية الجديدة المتعلقة بالبيانات المصرفية والتي هي موضوع الندوة اليوم التي نتحدث عنها، يعني هل من تقريب لطبيعة هذه المعايير؟ جيد. وإن كان هذا الموضوع تقني نوعا ما، سأحاول في عجالة أن أعطي للمشاهد نبذة عنه. ما هي الخلفية؟ خلفية هذه المعايير، كما تعلمون أن العالم منذ عدة سنوات يشهد ظرفية أمنية معقدة ومتدهورة في بعض مناطق العالم، وصار هنالك نمو كبير لظواهر الإرهاب والجريمة المنظمة وغسيل الأموال. لذلك القطاع المصرفي هو قناة أساسية تعبر
عنها عن طريق هذه الأموال الموجهة إلى هذه الأنشطة الغير قانونية والخطيرة على مجتمعاتنا. لذلك على مستوى الدول الكبرى وعلى مستوى الهيئات الدولية على خلفية الهزات الأمنية التي شهدتها عدة مناطق من العالم بالسنوات الأخيرة، تم اتخاذ عديد من القرارات ووضع معايير دولية صارمة. للأسف هذه المعايير كثيرا منها تم تصميمه دون أخذ في عين الاعتبار لخصوصيات العديد من المصارف في البلدان نامية أو صاعدة مثل بلداننا. كيف كان انعكاسات هذه الخطوة بالتحديد على انعكاساتها أن اليوم هذه الحكومات وهذه المؤسسات الدولية التي وضعت معايير صارمة على البنوك في جميع أنحاء العالم أن تمتثل لها، وإلا تتعرض البنوك لشيئين: أولا تتعرض لعقوبات كبيرة جدا، عقوبات على المستوى المالي، فيه مصارف غرمت بمليارات الدولارات عن طريق يعني معاملة بسيطة يعني لأحد زبائنها لسوء حظها أنه مسجل في قائمة إرهاب وقائمة كذا. لذلك تولد عن هذه النهج الردعي لهذه المعايير الدولية أن المصارف الكبرى، ما يسمى وهي المصارف المراسلة بالنسبة لمصارفنا، كما تعلمون النظام المالي هو عبارة عن شبكة دولية ولا فيه أي مصرف يمكن أن يعيش لوحده، لأن التجارة الدولية يتم تسديدها بعملات مختلفة، وأي مصرف في موريتانيا مثلا لا بد له من مراسلين في أمريكا، في فرنسا، في عدة دول لتمكينه من تسديد معاملات زبائنه في مختلف العملات. لذلك هذه المصارف صارت تنتهج ما يسمى بظاهر تفادي المخاطر، يسمى الديريسكينج. ما هو الديريسكينج؟ يعني أن المخاطر لم تعد تريد أساسا أن تأخذ في بعض الأحيان أقصى يعني أبسط درجة من الخطر في نوع معين من المخاطر. مثلا تقول لك المصرف الفلاني لا يطبق المعيار كذا، أنا إذا تعاملت معه أعرض نفسي لعقوبة تفوق رقم الأعمال وما يمكن أن يعني أرجوه من علاقة تجارية معه، يعني أقضي عليه أغلق حسابه. وهذا في الحقيقة مصرف تعرض ل في احد بلداننا تعرض لهذا النوع من الاقصاء عن طريق غلق حساباته من البنوك المراسله، يجد نفسه معزول، يجد نفسه نشاطه محدود. واضح واضح اين وصلت جهود موريتانيا في مجال الامتثال لهذه المعايير. في الحقيقه موريتانيا كانت سباقه على مستوى العديد من الدول، لأن البنك المركزي الموريتاني انتهج سياسة استباقية منذ عدة سنوات، وتم إنشاء جهاز وطني لتحليل البيانات المالية. هذا الجهاز دوره هو السهر ومراقبة الحركة جميع المعاملات على مستوى المصارف الموريتانية، وأي معاملة تكون فيها شبهة أو لا تنطبق يتم التحقق منها. ولحد الآن الحمد لله المصارف الموريتانية لم تتعرض لمشاكل من هذا النوع، لأن السياسة كانت استباقية. ولكن رغم ذلك الجهود لازم أن تتواصل، وهو ما قامت به موريتانيا مؤخرا، لأن مثلا تم تحيين جميع النصوص، أغلبية النصوص المتعلقة بغسيل الأموال ومحاربة الإرهاب، تم إنشاء هيئة وطنية عليا
العليا لتقييم المخاطر على مستوى البلد، لأن هذه الظاهرة تفادي المخاطر التي تنتهجها البنوك الدولية أو ما يسمى بالديريسكينج، هي تأخذ في عين الاعتبار المصرف نفسه، كما تأخذ في نفس الاعتبار كذلك البلد الذي يوجد فيه مصرف. بلد مثلا معين تم تصنيفه على أنه بلد لا يمتثل للمعايير الدولية، يمكن لبعض المصارف أن لا تتعامل مع أي مصرف حتى ولو كان هذا المصرف يعني يلتزم بجميع الشروط، لكن لسوء حظه أنه يوجد هذا. لذلك من بين الإجراءات التي قامت بها موريتانيا هو يعني تحيين النصوص التنظيمية وإنشاء هيئة عليا، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التحسيسية للمصارف لوضع الترتيبات والإجراءات التنظيمية الضرورية للسهر على أن ثقافة الامتثال للمعايير الدولية تكون ثقافة متفشية منتشرة في جميع قطاعات المصرف. وجيد، وإلى أي حد ترون الآن يعني التطابق بين المصارف المغاربية وهذه المعايير الدولية الجديدة؟ والله في اتحاد المصارف المغاربية يعمل اليوم بالتعاون مع جميع السلطات الإشرافية، البنوك المركزية والمنظمات المصرفية على مستوى المغرب العربي، لنشر ثقافة الوعي بخطورة هذه عدم الامتثال لهذه المعايير، ونشر كذلك أحسن التجارب في هذا الميدان. وهو مثلا ما يجسده الندوة التي نظمناها اليوم في 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 موريتانيا، والتي انعشها فريق. هل نظمت هذه الندوة في الدول المغاربية الاخرى؟ اي والله نظمت في 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 في, في الجزائر، وهو عمل يعني تراكمي مستمر ضروري. شكرا جزيلا لكم ضيفنا الكريم. شكرا اعزائي المشاهدين، في ختام حلقة الليلة من البرنامج الإخباري اليومي تحت الضوء، أشكر ضيفنا محمد فال العالم الأمين العام لاتحاد المصارف المغاربية. أشكر لكم مشاهدينا الكرام كرم المتابعة، إليكم تحياتنا في انتظار تجدد لقائنا.